الخمسة متاع العشية، تحياتي لكم الناس الكل بما كنتوا في الاستماع. باش نحكيوا على مهرجان ليالي مدينة قربة في الدورة الخامسة، باش نحكيوا بأكثر التفاصيل معنا سي عبد القادر نجار مدير المهرجان. سي عبد القادر أهلا وسهلا بيك. مرحبا بك جميع المستمعين. صافا شو أحوالك؟ سامحش لاباس الحمد لله يا رب. قبل المهرجان لاباس، تحذيرات ماشية الأمور، باش ناخذ التفاصيل كالعادة معاك. دونك كيف كيف زاد معنا مدام زهرة سليمان مديرة دار الثقافة قربة. أهلا وسهلا بك مدام زهرة. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي كاب اف ام. يعيشك شو أمورك؟ صافا طمن عليك. الحمد لله. فما شوية تعب اليوم قبل التحذيرات بشوية. أكيد أكيد فوالا. قبل ظهر معنا جي شهرين توا في التحذيرات، ظهر شوية فما شوية تعب وفما شوية خوف من الدورة الخامسة. دونك نرجع لك سي نجيب كيما العادة. دونك المهرجان يكون من تنظيم جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي بتبيعة، وعلى رأسهم أنت رئيس الجمعية. دونك نحكي أكثر على تفاصيل أون فيت شنو هو مهرجان ليالي مدينة قربة، لكن قبل كل شيء عاد ذكرنا ديما بجمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي. جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئة هي جمعية تأسست منذ 2014. من الأهداف نتاعها هي إنتاج أعمال مسرحية ودرامية والتنشيط الثقافي بصفة عامة، إيكومبري تنظيم مهرجانات. وكان عندنا تاريخ وطبيعة مهرجانات كمهرجان عالمي للطبخ، مهرجان ليالي قربة وطبيعة هذه الدورة الخامسة بعد انقطاع طنكين بعد. كيف كيف نعملوا الشراكات الدولية في تكوين المسرحية وتكوين الشباب وما إلى ذلك. تقريبا هذه المجالات. وتنحكي على مهرجان اون ديتاي في اليوم كمستمع انا نسمع مهرجان ليالي مدينة قربة، فما معنى مهرجان ليالي مدينة قربة؟ مهرجان ليالي مدينة قربة هو كيما موجود في الجمهورية الكل في رمضان عادة، ليالي رمضان باش نحييوها بمهرجان تكون فيه تجتمع فيه اغلب الفنون. هو مهرجان فرجوي مش نخبوي، فرجوي يعني ننمو فيه برشا انواع نتاع عروض نحكيو فيهم اون ديتاي بالطبيعه. تقريبا هو المتنفس الوحيد في شهر سيدي رمضان الفضيل، معناها للابناء مدينه قربه وريف قربه، تكون نحكي قربه الموسعه مدينه وريفا. عنده جمهوره، عنده كليوناته معناته ما شاء الله. احنا عندنا ساحه نتاع المهرجان في قربه في الكومبلكس قربه اللي توا بلديه قربه مشكوره قاعده تهيئ فيه، معناها مهبطه اسطول كامل يريق. تحيه كبيره لبلديه قربه يريق في الساحه للمهرجان. يعني ريحه المهرجان بدات تفوح في المدينه تقريبا 20 يوم قبل الوقت هذا، وما بداوا يحضروا في الساحه باش تكون على الاقل في مستوى الحدث. اللي هو مهرجان مدينه قربه راه متميز على بقيه المهرجانات بثرائه بالشركاء اللي فيه. احنا عملوش هيك برك في المهرجان، ديما نخدموا شركاء بتبيع فما شركاء دائمين كما دار ثقافه قربه من اول دوره الى يومنا هذا. دار شباب قربه، الدعوم من وزاره الثقافه والمندوبيه، بتبيع وزاره السياحه بعض الاحيان. مهرجان سناش يكون ان شاء الله فيه ما تفرج فيه ما تمشمش، مختلف على دورة السابقة أكيد باش يكون مختلف. فاحنا ديما نحاولوا ديما نعملوا ايفوليسيون في النيفو دي سبيكتاكل والتنظيم معناتها خليني نسألك أكثر، ندخل معك أكثر بالتفاصيل. الدورة الخامسة باش تكون مختلفة على الدورة الفيت والكل، دونك شنو جديد؟ معناتها خلينا نقولوا أنشطة جديدة، فما أنشطة معناتها ثقافية مسرحية جديدة موجودة السنة في الدورة الخامسة. أنا أنت دخلتني في البرمجة. بيه علاش لا نخليها معناتها ديتاي تيتا تيتا. دونك ندخل في البرمجه معاك ديريكت للمهرجان. في سابق الدورات كنا نفتحوا المهرجان بدوره في الشطرنج، عملناها العملوه الثاني ثالث، قلنا لما لسنا نجربوا ساعه نبدلوا لافونغو هذا ديما قبل المهرجان راهو ثلاث ايام قبل المهرجان المعروف اللي قبل المغرب تلقاها السوق بركريم يفرغ بالشباب وشيبا وشيابا وشبابا. اي بوركو با قبل المغرب احنا بسويعتين السنه قلنا نعملوا دوره في بيتونك. هذايا في ايامات المهرجان، هذايا قبل المهرجان بثلاث ايام. قبل المهرجان يجي ولا قبل شقا الفتره اللي قلقين يجي تفضلوا يلعبوا بيتون في الساحه تاع المهرجان، يتلعبوا دي زيكيب اي ثلاث ايام باش نتعلموا فيهم الساعه. لا فهم اللي ما يعرفهاش، انا شخصيا ما نعرفهاش راهو. انا عندي عضو الجمعيه هو اللي شد فيها قال لي نعملوا دور، قلت له انا ما نفهمش فيها، قال لي هاو انا اتحملت في اجل كذا. سناش نعملوا دور في بيتون، شنو نعمل ثلاث ايام نعلموا الناس اللي ما يعرفوش اللعبه هذه باش يقصروا وقتهم، وتنطلق الدوره الرسميه يوم الافتتاح. نبداو في الدوره قبل الافتتاح، الاختتام بنهار توفى الدوره يكون فما ان تورنوا ويكرر ويتوج بالطبيعه الفائزين بميداليات او ما الى ذلك. في الاخر هما عملوا جو قبل شق الفتره هذا لافونغو ديما قبل المهرجان بالضبط للشباب وهاني قلت لك المتقاعدين واخرين يجيو للساحه نتاع المهرجان. ثم ادخلنا في المهرجان اللي هو نهار السبت ان شاء الله 8 افريل ان شاء الله ربي
8 افريل على امتداد قداش من يوم؟ هو 6 ايام 6 ايام تكمن 6 ايام الجمعه الثالثه نتاع رمضان الجمعه الاولى والثانيه وكا خلاها المسلسلات والامور هذيك ناخذ وقتنا للتحضير واللوجستيك وما الى ذلك. الجمعه الثالثه نعملوها جمعه فرمي مارجين بعد جمعه الاخرانيه باش يتسوق لي باش حتى نشوفوا مشاكلنا. دونك الافتتاح باش يكون ان شاء الله في في المركب الشبابي قرب اللي هو شريك من شركاء المارجين. اش نعملوا معرض صور فيه الدورات السابقه اش عملنا فيها في انتاجات ابناء دار الشباب في الفنون التشكيليه انتاجات الاكاديميات الخاصه اللي تنتج في الفنون التشكيليه لانه احنا عندنا برشا رسامين في قربه. هذه فرصه دار ثقافة كذا عندها رسوم اي انسان عنده فن تشكيلي نجم يعرضوا في الصاله هذيك خلي الناس ترى شنو هو انتاجاتنا في الفنون التشكيليه نحكي مش حاجه اخرى. من بعد من فنيك ننطلقوا الى ساحه المهرجان واجواء الافتتاح للمهرجان اللي هي باش تكون في المركب الشبابي في المركب في المركب التجاري عندنا ساحه ساحه المهرجان مسميناها هي مركب التجاري في قربه ساحه كبيره سمحه برشا مزيانه باش يكون فيها ركوع باش نعمل فيها افتتاح جو الافتتاح كله جاق وما الى ذلك نعلن عن افتتاح المهرجان ان شاء الله عن الشخصيات قاعدين نتصلوا بهم باش نعملوا تكريم بعض الشخصيات الفنيه الوطنيه ان شاء الله نتوفقوا وتسمح لنا الامكانيات معناها باش نعملوا في الافتتاح نكرموهم على اعترافا بالجميل اللي قدموا للثقافه وللفن والمهرجانات في 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 تونس فانت كونت احنا اولاد تونس من باجي مثل تونس من قرب مثل تونس نشوفوا معناها شخصيات وطنيه نشوفوا نكرموهم فنيه ثم ننطلقوا بعرض قربي بامتياز يعني مهرجان ليالي مدينه قرب. هاي. لا نبدأ بنكهة القربية. كيدي قربي رمضان وشيخ عمر يدعس دونك دي سلامية. هاي. أو العيساوية احنا عندنا. هي مع الافتتاح مع أول النهار نهار 8. عندنا عيساوية الشيخ حمود يدعس فماش منها في الجمهورية. عرض متميز قلنا خنودوا به الضيافة الكل. دونك نبداو جو رمضان بالعرض العيساوية هي على ستانشو عرض حلو برشا على صوفي. ويفو نهار الاولاني ان شاء الله من بعد تعداو لليوم الثاني. اليوم الثاني حبينا نعملوا حاجه تراديسيونيل نعملوا خيمه ان شاء الله هي خيمه العائله سميناها هذه جديده ما تعملتش قبل باش نجيبوا حكواتي ماك تعرف تطول الخرافه واخذ بالطبيعه كبير في 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 وزاره الثقافه حتى دور ثقافه تطول يعني مهرجانات الخرافه اللي هي قاعده تنتثر وبالعكس هذه معناها فرصه احنا بوركو با احنا فانت كنت احنا شركاء اون توش الموروث هذايا عندنا الحكاوات باش نعملوا له ان جو سبيسيال خيمه تراديسيونيل والجمهور يهبط يقعد معانا اللوطا على الجراري وعلى الواحد قاعده عربي معناتها قاعده عربي هذاك عربي باش نعملوا فيه مع السيد فوزي بن ابراهيم العرضيه من عند مدبيه الثقافه مشكوره باش نعملوا عرض الحكواتي و او ميم تون مشكوره مدبيه الشباب والرياضه مدعمتنا في عرض ساكا دو ميغرون هذه ملحمه خدمينها ديرنييرمون في اللي جينا وقتها قبل قدمناها ولا عرض كامل متكامل نتلموا فيه ممثلين 48 ممثل من ولايه نابل ونعملوا العرض هذا في دار ثقافه قربه في ركها لانه عرض ما نعرفش نعرف ساحه مهرجان مساهم كبير دار ثقافه قربه في في المهرجان الاغلى اكيد باش نرجعوا لك بعد شويه مدام زهره سليمان باش نحكيوا في مزيد تفاصيل معك ومشاركه دار ثقافه قربه كمل معك سي عبد القادر سامحني قصدي دونك نعملوا في نفس الليله عرض حكواتي في الكومبلكس في 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 ساحه المركب وعرس لاكادي ميغرون للي يحب التياتر واللي يحب يتفرج في 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 ملحمه كاريمون في عرض فرجوي ان شاء الله هذا في اليوم الثاني هذا في اليوم الثاني نمشيو اليوم الاثنين بدعم من دار ثقافه قربه خذينا حضرة نابل بعد عناء وشقاء وتعب وقرقة و و و و والحمد لله رب العالمين الحمد لله لونسيان كومبات الفايدة في النتيجة ضربت على الطاولة اي انا بري عرض حضرة نابل عرض مش 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 مش, مش هين عرض كبير كيفاش مدام؟ سلاطين الحضرة سلاطين الحضرة سلاطين حضرة نابل تحية كبيرة لهم وي لا هم الحق يشرفونا عرض حلو برشا لا يغيبوا عن مهرجان عرض سلاطين حضرة كل مهرجان الحق لا لا عنده عنده كليونات عنده جمهوره نهار ثلاثة عن عرض عرض نهار ثلاثة عرض مندرا جو الصحراء للفنان ياسين بن بن علي عرض بقى شو نوع جديد نتاع عروض نهار الاربعاء عرض شبابي باند من لدار ثقافه قربه هي اللي مساهمه به ليسرى اليحياوي عرض شبابي للشباب عندهم نصيب نهار الخميس واليوم القبل الاخير عن عرض تنشيط الاطفال ان شاء الله نشوفهم العاب سحري حتى الاطفال عندهم ليلتهم خليهم يعملوا ليله يجيهم الاولياء نتاعهم واخيرا وليس اخيرا يوم الاختتام كونسيرتو
قربة بقيادة الدكتور عنيس كريم، هو باش عمل في نعاد الاختتام إن شاء الله. أين سنتوج المشاركين والمساهمين والمداعمين ونشكر السلطات ونشكر الجمهور ونشكر رواحنا فوالا دونك قربة. دونك برنامج قيم، برنامج ممتاز على امتداد من نهار 8 أفريل حتى ل 14 أفريل. نرجع لك بعد شوية مدام زهرة سليمان مديرة دار الثقافة قربة وشريك مهم في المهرجان. دايخ كنا نسمع بكري شوية في أغلب الأنشطة وأهمها تكون موجودة في دار الثقافة قربة، لكن نسمعكم فرصة من أحلى الفرص مع إلكترو حاش قاسمه.